اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثير. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل معاكم النهارده الغريبه. هعمل نص كيلو دقيق على نص كيلو سمن، عملتهم نص بلدي ونص كريستال، وعليهم بياض بيضه، نص بياض بيضه، ما حطيتش بياض كامل، وحطيت ذره فانيليا سايله، وحطيت كوبايه وربع سكر مطحون. طبعا طبعا حطيت السمنة تتربى جامد في الخلاط لغاية ما تهرت ولونها تميل للبياض كده، وبعدين حطيت معها الفانيليا ومعها شوية اللي هو بياض البيض، ورجعت نزلت السكر، ولما تنعم خالص طبعا هحطه في الطبق ده. الطبق ده كان ده مش دقيق، ده سكر كنت حاطاه فيه، كنت بنخله يعني. وهنا وكده بنخل الدقيق. طبعا حطيت كوبايتين، يعني هما يعتبروا نص كيلو، بس وانا بعجن احتاجت لي حوالي نص كوبايه، لان السمنه تحس ان احتاجت للعجينه كده. فطبعا عملته بالمصفى، نظرا ان انتوا عارفين ان انا حاجتي في دمياط اغلبها، فانا بستخدم الحاجات اللي عندي الموجوده هنا في القاهره. وهعجنها بقى. ايه عجنتها لغايه ما لمت معايا واختبرتها كده، لقيت ايه، عملت كوره كده، فلما لقيت الكوره ايه ما شققتش ولا حاجه، عرفت ان هي ايه حلوه يعني كده. بدات ايه اعملها كلها حجم صغير كده، وايه واحط على صينيه، دي صينيه رز اللي بنقي على الرز، وصينيه حلويات تانية، وحطيتهم فيها ودخلتهم. كنت طبعا انا كنت حاميه الفرن قبلها بشويه، واللي بيخليها تنفش او تفرد في الفرن لازم يكون الفرن سخن، او لو المقادير بتاعتك مش مظبوطه، لو السمنه بتاعتك مثلا قليله ولا حاجه بتخليها تفرش، لو الدقيق مش حلو يتخليه يفرش. فانا وانا بعجنها لقيتها محتاجه شويه دقيق، خدت كبشه بايدي كده، يقول لي نص كوبايه كده، ظبطتها الحمد لله، لان انا اختبرتها كده وشفتها. ممكن تيجي تختبري بقى، تدخلي برضو الفرن سخن واحده كده تشوفيها هتفرش هتعمل، قبل ما تدخلي الصينيه كلها، الصواني كلها. ممكن تختبري ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، واحده بس، بحيث ان انت تشوفي عجينتك هل صحيحه، هل مظبوطه، هل كذا. طبعا انا مليت الصينيتين لان انا عامله نص كيلو بس، وطلعت جميله جدا ما شاء الله. يعني الغريبه اول مره اعملها معاكم في القناه، بس انا على طول بعملها. ومليت الصينية التانية ودخلتهم الفرن. طبعا الفرن كان ساخن قبل ما ابدأ، ودخلتهم، وطبعا هم طلعوا، لقيت استوت. اول ما تلاقيها احمرت من تحت كده زي ما انا وريتلكوا كده، تطلعيها بقى. انا سبتها بردت شوية لان انتوا عارفين ان الغريبة بتبقى ناعمة وطرية. طبعا طلعت جميلة ما شاء الله. وده مبدئيا نبدأ نعمل معاكم حلويات بقى. الشتاء والكلام ده بيعز حلويات وحاجات من دي. طبعا المطبخ ده صغير بس انا يعني بتعايش معاه، انا كنت ده اول مطبخ ليا في حياتي يعني بعد السعودية، فبحبه لان يعني جرونه ناس طيبين والحياة هنا احلى. هنا عملت بقى الشفشق كده مؤاخذة، الشفشق كده لقيت فيه بواقي سمنه على سكر بودر، قمت حاطه فيه بيضتين اللي هم، لان انا كنت واخده بياض بيضه، حطيت عليه كمان بيضه، وقمت جايه ايه حاطه مع كوبايه ونص سكر، وقمت ايه عامله صينيه كيكه. معلش بقى هي اتحرقت من الجنب لان انا اعتمدت على الاولاد يبصوا عليا، كنت باكوي وبعمل مصالح تانية، فاتلهيت شويه، بس انا حسيت ان في ريحتها طلعت فقلت لهم شكلها اتحرقت، وبس طلعت جميلة وما شاء الله يعني حلوة جدا. والمقادير بتاعتها طبعا، المقادير دي عملت كوبايتين دقيق عليهم كوباية ونص سكر، لا 3 كوبايات دقيق، اللهم صل على سيدنا، وعليهم بيضتين، كملت بيضتين، وعليهم معلقة فانيليا سايلة، ومعاه وباكو بيكنج باودر وشوية خل محسن كيك.